دلوقتي طبعا هنتابع مع حضراتكم اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الدوري الاسباني وانطلاق بطوله خليجي 25 في مدينه البصره بالعراق. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة عن التيسير في العبادات والسماحة في المعاملات، وأكدت على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، والالتزام بمدة الخطبة في حدود 10 دقائق. النهاردة واحتفالاً بالعام الجديد هتشارك عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم كضيف شرف مع فريق بغدادي بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي خلال الحفل المقام الساعة 8 بالليل على المسرح الصغير بدار الأوبرا. النهاردة هتنطلق مباريات دور المجموعات لبطولة خليجي 25 اللي بتستضيفها مدينة البصرة العراقية بمشاركة 8 منتخبات، هي السعودية وعمان واليمن والكويت وقطر والإمارات والبحرين، إضافة للعراق المضيف، واللي هيواجه نظيره منتخب سلطنة عمان على استاد البصرة الدولي الساعة 7 بالليل بتوقيت بغداد. لعشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في افتتاح الجولة 16 من عمر المسابقة. هيلتقي إلتشيا مع سالتا فيجو الساعة 7:30 مساء، والساعة 10 مباراة قادش مع فالنسيا.